تحية سام طاقة، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق دعم 12 جنيه ونص لحد مستويات 12 جنيه 80 قرش؟ حتى الآن ما ضربش الهدف الأول اللي عند مستويات ال 17 جنيه، في هدف المفروض إن هو قبل منه، ده أعتقد الهدف بتاع الموجة الثالثة. الصراحة إحنا قربنا منه قوي، المنطقة اللي عند مستويات ال 16 جنيه لحد مستويات 16 جنيه ونص، وأعتقد إن السهم لسه هيعمل تكة صعود وبعد كده هيصح الموجة الثالثة اللي بدأت معانا من عند مستويات ال 8 جنيه و60 قرش وهيكمل في الاتجاه الصاعد. طيب يعني احنا المفروض عندنا في تراكمنا، احنا حتى يمكن التراكيم بتاعنا لسه زي اخر موجه، احنا بس المفروض نعدل شويه، فاحنا نتوقع ان اي تراجع مره اخرى المنطقه اللي عند مستويات 12 جنيه 80 12 جنيه ونص اللي هو عقد اختبار منطقه البيك فور بتاعتنا، يكون فرصه ممتازه مره اخرى للعوده للشراء لتسجيل قمه جديده، وبعد كده هنصحح الموجه دي، لان ده يا شباب كله بالنسبه لنا ده كله هيبقى واحد، هناخد تصحيح باتنين وهنكمل في الاتجاه الصاعد. فاقوى منطقه للسهم اعتقد هي منطقه الانعكاس القويه جدا اللي عند مستويات ال 12 ونص لحد مستويات ال 12 جنيه 80، لاي تراجع ليها بضعف في اي وقت هيكون فرصه ممتازه جدا 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 للشراء. طيب خلينا نمشي مع بعض وننزل على فين شويه ونشوف هل الموجه دي خلصت ولا لا. هنلاقي نفسنا اعتقد ان الموجه دي خلصت، يعني انا كده عندي الموجه الثالثه الرئيسيه بتاعتي خلصت اللي بدات معايا من عند هذه المستويات، فكل صعود هو فرصه ممتازه جدا للخروج، وبعد كده ننتظر تصحيح الموجه الثالثه اللي احنا بنقول عليها دي، المفروض تصحح ما بين مستويات ال 38 لحد مستويات ال 50 كيو كان نسب الارشاديه بتاعتنا، فممكن نتراجع تاني لحد مستويات ال 13 جنيه او مستويات ال 12 ونص، او ممكن نعمل اي تصحيح عرضي وبعد كده نرجع نستهدف الموجه الخامسه والاخيره القمه اللي عند مستويات ال 17 جنيه الى مستويات ال 17 جنيه ونص. ما زال السهم فيه المزيد من الاهداف، واي تراجع تصحيح هو فرصه مره اخرى للعوده للشراء. اعتقد ان السهم قبل ما ينزل المفروض يعمل قمه، فننزل على فين 5 دقائق ونشوف تفاصيل اكتر. اعتقد السهم لسه هيعمل قمه، اعتقد السهم لسه هيصعد يضرب مستويات 16 لحد 16 ونص وبعد كده هيكمل في الاتجاه الصاعد. انا مش عارف اخد اهداف بمنتهى البساطه، هعمل ايه؟ خلينا نمشي ونرجع بالطريقه المعتاده بتاعتنا، هناخد القمه والقاع اللي تشكلوا من بدايه الانعكاس الموجه الاولى والثالثه، ونبحث عن مستويات ال 61 فيبو، هنلاقي لسه عندي هدف عند مستويات ال 16 جنيه، المنطقه دي اللي ما بين مستويات ال 16 جنيه لحد مستويات ال 16 جنيه و40 قرش، اعتقد انه هيضربها وبعد كده هيعمل تصحيح بموجه رابعه تنزل بينا لمنطقه الطلب الرئيسيه اللي هي المنطقه دي كلها، اعتقد هتكون منطقه مهمه جدا جدا، وبعد كده هيطلع يعمل الموجه الخامسه والاخيره عشان يقفل لي الدوره السعريه بتاعتي اللي بدات من عند هذه المستويات اللي هي مستويات ال 8 جنيه 35 قرش. ما زال القلعه سهم مميز، ما زال الطاقه سهم مميز جدا، وبعد لما اوصل للهدف، يعني بعد ما اوصل للهدف ده طبيعي ان اشوف تصحيح على شكل اي بي سي بعد ما اخلص 5 موجات ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد. اي تراجع بضعف للمنطقه اللي قلنا عليها 12 جنيه ونص لحد مستوى 13 جنيه هيكون فرصه شرائيه بامتياز للبحث عن الهدف اللي عنده مستوى 17 جنيه، او مره اخرى بعد انتهاء الموجه هيكون فرصه ممتازه للبحث عن اهداف صعوديه اكبر. وبالتوفيق.